السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد كوباكو من قناة كوباكو تي في. الانتصارات تتوالى ضد المتحرشين. الله يلا صحفي يلا من يومك يا فين كارنيه الصحافة يلا معايا كارنيه صحافة على فكرة بس مش ما علينا. القبض على متحرشين هنا الزاهد، طبعا اللي ما يعرفش هنا الزاهد كانت ماشية بعربيتها في الشيخ زايد وكان في عمال راكبين عربيه نص نقل تقريبا وبيعكسوها، او بلاش بقى نقول بيعكسوها، كانوا بيتحرشوا بيها لفظيا او ايا ما يكن. فطلعت التليفون وصورت الستوري على طول في ساعتها، ودول بيتحرشوا بيا وكذا كذا كذا. طبعا الشرطه قامت بدورها وخدت ان ده بلاغ وقبضت على السته اللي كانوا راكبين في العربيه. حتى انا الزاهد يعني هنا الزاهد امبارح لما عرفت الخبر قالت انا مش مصدقه ان الحكومه عرفت، يعني سبحان الله يعني عرفت انها تقبض عليها. فالقبض على السته تمام. هنا الزاهد الخبر خلص كده، و بلاش يا جماعه تتحرشوا يا جماعه، عيب والله. انا مش بهزر، بتكلم بجد يعني. اصل احنا يعني انا يعني فاهم، احنا هيجي يوم عليك وهتتجوز، وهيجي يوم عليك وهيبقى عندك عيال سواء ولاد او بنات، دلوقتي هو ايه كله بيتحرشوا بيه فهتترد لك. وكمان عندك اكيد يعني انت مش ابن الشيطان، اكيد عندك امك عندك ابوك هيتحرشوا بابوك، تخيل انت بقى. فنصيحه لاي متحرش بيتفرج عليا، بطل تحرش يا متحرش. سيب لنا لايك شير سبسكرايب، ولنا رايك في الكومنتات، شغل الجرس عشان كل خبر جديد تعرفه اول باول. سلام.